بابا، نحن منعرفه وشفناه لرفيقك من قبل. عنجد؟ بس وين؟ شفناه ببيت ستي. مزبوط حكي ستي؟ بابا، انت بتتذكر لما ماما زعلت منك وتركت البيت؟ بعدين عمو اجا وساعد ماما، صح انش؟ حبيبي لا تقول لابوك عن عمو وعن كل يلي صار. ليش ما لازم اقول؟ لانه ابني الملاك يلي بالسما اجا لعندي بالمنام وقال لي انه ما لازم نقول اي شيء عن اللي صار مع عمه، ويضل سر بيناتنا، بيناتنا نحن الثلاثة، وإلا بيصير شي مو منيح لعمه. مزبوط عمو؟ آرتي، أنت بتعرفي؟ ليش ما خبرتيني من قبل؟ ياش، أنا كنت شو هالصدفة هي؟ صدفة غريبة عن جد. أنا مجتمع فيها من قبل، وأنت كمان، وبهداك بهداك الوقت كنت انت عم تدور على مرتك وابنك، وما كنت بعرفهم انه هنن. عجيب، الصدفة غريبة. معناها انت الملاك يلي أنقذ حياة آرتي. كنا بوقتها عم نستناك، ليش ما أجيت؟ ما كان نصيبنا نلتقي. أنا قصدي بجوز ما قدرت شوفك هديك المرة لأنه كان نصيبي شوف عيلتك كلها، وبهذا اليوم كمان. كتير حلو إنك إجيت على بيتنا بهذا اليوم حتى نحتفل مع بعض، وإلا كيف كنا بدنا نشكرك؟ عن جد شكراً كتير إلك يا ابني، ساعدت كنتنا وحفيدنا بمدينة ما بيعرفوا فيها شي أبداً. إيه عن جد، بس
في شغلة ما فهمتها شو بها؟ من ايمت هو عندكم بالبيت؟ ولا مرة ذكرتي لنا هذا الشيء ولا حكيتي عنه؟ بصراحة ما صحت لنا فرصة. هو بيكون رفيق ابننا من زمان، اجى على بهوبال مشان شوية شغل. كان يا بصراحة بده ينزل بأوتيل، بس أنا ما خليته، قام نزلته عنا بالبيت. لأنه هيك ما بحس بالوحدة، وبتكون مساعدة إله. هو مثل ابني. أنا مستعدة أحلف بالله، هذا الشيء كتير إنساني. أنت على طول تنبسط لما بتساعد الناس وبتوقف جنبهم وبتساندهم وبتعمل خير، مو هيك؟ كمان بهالأيام آرتي عم تزور بيتكم كتير بهاي الفترة، حتى بليلة احتفال العيد الماضي هي راحت لعندكم، مو هيك؟ تركت كل شي وراحت. ليش آرتي؟ ليش ما خبرتينا إنه في زلمة كتير منيح وظريف وهو مستأجر غرفة ببيت أهلك؟ ليش بقى؟ كان فيك تخبرينا لنعمل الواجب معه، بس مو أكثر. آية، شو بتفرق هلأ يعني؟ تذكري إنه هو ضيف عنا وإجا على بيتنا بيوم العيد المبارك، صارت معرفتنا فيه قوية كتير. أول شي لأنه هو رفيق ابني ياش، وتاني شي لأنه ابننا سايبنا. بقصد مثل ابنن. يا ربي، ليش عم تمتحني مرة تانية؟ بس هي المرة ما رح استسلم أبداً، ما رح استنى أكتر من هيك. لا ياش لازم يعرف كل شي صار بيني وبين برشاد. يلا جاتري فيدي بنتي، رح تخلوا ضيفنا هيك واقف وناطر؟ معقول ما رح تضيفوه عصير؟ يلا ضيفوه يلا. يعني بابا نحن رح نشرب العصير، بس بيوم هالعيد نسينا نساوي طقس مهم كتير من الطقوس. شدة لكن سيناها. ليش؟ شو يا استلعب؟ ايه اخي ليش لا؟ يلا خلينا نلعب. ايه تعال لا تفكر هلا، يلا تفضل. آرتي وشوبها انخطف لونه لما شافوا هالزلمة، حاسة إنه في شي غريب هون. هاد الضيف في عنده سر كبير أنا متأكدة، وهاد السر اللي مخبى لازم يكون خطير كتير كمان. أنا واثقة من هالشي، بس هاد السر لازم ينكشف وأعرفه، وأنا لازم أعرف شو هو. وقتها بس برتاح.